بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء 56 نتحدث عن المبدأ 5 من مبادئ رعاية وحدة المسلمين، ألا وهو ترسيخ فريضة الجهاد وإعداد القوة للدفاع عن وحدة الأمة. أيها الإخوة والأخوات، الجهاد في سبيل الله عز وجل بمفهومه الواسع وسيلة العز للمسلمين والحماية لأمتهم ووحدتهم وقيمهم ومقدساتهم وأفكارهم وثقافتهم واستقلالهم وكل مقدراتهم، فلا يدفع عنهم الشرور ولا يحمي فيهم الظهور إلا الجهاد القوي الفعال الذي يقوم على الفهم والوعي والعلم والقوة والعدل والرحمة والإحسان. فالمسلمون اليوم وغدا وفي الماضي ليسوا هواة حرب وضرب ولا دعاة سلب ونهب، وإنما هم دعاة رحمة وعدل وسلام وآداب وتعاون في ربوع القوة المرهوبة والهيبة المحترمة. وليس من حق أحد في الدنيا أن ينكر علينا هذا الواجب ولا أن يلومنا على هذا الفهم والتصور، فإننا أمة كالأمم لها مصالحها ورغباتها في العيش الكريم والاستقرار والأمن والأمان والعلم والتحضر والسبق إلى المعاني، ومن حق أمتنا أن تكون بكل أطيافها وأجناسها وشعوبها أمة واحدة متعاونة متناصرة لا يدخل بينها دخيل ولا عميل يفرق شملها ويمزق وحدتها ويعبث بأمنها وينقلها إلى ذل التبعية لغيرها. وللأمة أيها الإخوة والأخوات، للأمة في سبيل ذلك أن تعد العدة وتملك القوة لتحمي مقدساتها وسمعتها وتبني أمنها وأمانها. وهكذا شأن كل أمة من الأمم تسعى لأمنها وأمانها وتحفظ القوة للدفاع عن حقوقها ومصالحها. لكن المحظور عقلا وشرعا وقانونا وعرفا إنما هو العدوان على الآخرين والظلم لهم وإعداد القوة لإخضاعهم وإذلالهم واستعمار بلادهم واستنزاف أملاكهم وترويع شعوبهم. هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور، لكن الواقع عند غير المسلمين يحكي غير هذا ويسعى إلى عكسه بخلافنا نحن المسلمين. ففي الماضي البعيد سعى المجوس واليهود سرا وعلنا إلى طعن المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، وتعاونوا في السر والعلن على الكيد لهم والنيل من وحدتهم وعزتهم. والصليبيون جمعوا الجموع وحشدوا القوة في البر والبحر وغزوا العالم الإسلامي وفعلوا الأفاعيل المخزية في المسلمين، ولم يرعوا فيهم إلا ولا ذمة، ولم تأخذهم شفقة في كبير أو صغير، رجل أو امرأة، وعاثوا في الأرض فسادا. والتاريخ شاهد عدل لا يظلم. ومن قبل هؤلاء الأشرار والفجار الحاقدي جاء المغول والتتار، ولم يكونوا أحسن حالا من الصليبيين تقتيلا للمسلمين وإذلالا لهم وتفريقا لكلمتهم. وجاء الاستعمار الحديث فكشر عن كل ناب وشمر عن كل مخلب وطعن المسلمين بكل رمح وخنجر وصب عليهم النار المحرقة بكل طائرة ومدفع، وفعلوا كل شيء كان يحلو لهم لإشباع نهمهم وحقدهم على المسلمين. واليوم أيها الإخوة والأخوات، اليوم الصهيونية المتصلبة والصليبية المتصهنة دقوا كل إسفين في سفينة المسلمين ولغموا كل أرض من بلادهم بأطنان من المتفجرات،
وأتوهم بكل عاهر وعاهرتهم من الفعل والقول، ودكوا حصون كرامتهم وشوهوا حضارتهم وعابوا كل ما عرف عنهم من خلق وفضل ورحمة وتسامح، ونسج على منوالهم. ويا للأسف كثير ممن استوزروهم من أبناء هذه الأمة وولوهم قيادها، فقاموا بأدوار مخزية في تفريق الأمة وتقطيع أوصالها والعبث بحريتها وأمنها، وعاسوا في أموالها فسادا، وخربوا الكثير من مصالحها، وعملوا عمدا أو جهلا ما لم يعمله أعداؤها. فغدت أمة الإسلام بعد قوتها ووحدتها شعوبا ممزقة مقطعة متناحرة هزيلة ضعيفة، يصفها حتى الأوباش بالحثالة والجهل والهمجية، وزادوا فوصفوها بالإرهاب والتخريب، ورأوا أن من حقهم وهم الأعداء أن يقاضوها في كل محفل وأن يحكموا عليها بكل عقاب. ومن المؤسف أن بعض أهلنا صدقوا مقولة الأعداء فينا وزجوا أنفسهم في خدمة العدو في أذى أمتهم والإساءة إليها وإلحاق الضرر بها. أيها الإخوة والأخوات، إن كل هذه المآسي ما هي إلا عواقب طبيعية وآثار حتمية لترك المسلمين واجبهم المقدس، وهو الجهاد وإعداد القوة التي أمروا بها. ولكن أي جهاد هو؟ إنما هو جهاد الشر وجهاد البغي وجهاد الفتنة وجهاد الاستعمار وجهاد التخلف وجهاد التبعية. إنها القوة التي تحمي الحق وتصون العرض والأرض وتبني معالم الخير والجود والرحمة. أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنطلق جاء الحث على الجهاد وإعداد القوة، ومن هذا المنطلق جاء التحذير من التفريط في هذا الواجب المقدس والقعود عن هذا الشعار العظيم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. نعم أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نعد القوة الرادعة ونحشد كل أنواع السلاح التي ترمي العدو فتحرق فؤاده وتسلخ جلده جزاء وفاقا. أيها الإخوة والأخوات، إن فلسفة الجهاد في الإسلام تنطلق من الرغبة في إيصال البشر إلى واحة الحق والعدل والرحمة والحرية والعيش المشترك الآمن السعيد البعيد عن الفتنة والإكراه والتجبر واستعباد الناس. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فدين الله عز وجل هو النور المبين الذي يكشف للناس طرق السعادة ويقودهم إلى مواطن العز والرحمة. ودين الله عز وجل مبناه على القناعة والرغبة والمحبة، ولا سبيل فيه لإكراه ولا إلى إلجاء، لأن الدين مستودعه الأصلي القلب، ولا سلطان على هذا القلب إلا سلطان الرب عز وجل، وهو بسلطان العظيم منح الناس حرية الرأي والاختيار. وإن كان سبحانه وتعالى لا يرضى للناس أن يختاروا الشر والضر لأنفسهم، قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله تبارك وتعالى أهل أن يشكره العباد لأنه خالقهم والمنعم عليهم والرحيم بهم، وإن لم يكرههم على شكره وهو سبحانه غني عنهم لا ينفع شكرهم ولا يضر كفرهم. إنما المنتفع بالشكر والمتضر بالكفر إنما هم العباد. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أيها الإخوة والأخوات، لقد درج نبي الإسلام على هذا الهدي
فأعلن الناس من أول يوم أنه الرحمة المهداة إلى الخلق، وأنه الرسول إليهم، جاءهم بالهداية ودعاهم إلى السعادة، وظل يحاورهم ويسمع منهم، ولم يعد منه أنه عنف أحدا ولا أكرهه على شيء، بل كان بعضهم يعنفه ويصل إليه وإلى إخوانه بالأذى، فما كان رد فعله إلا أن يدعو لهم بالهداية ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رغبة في البعد عن العنف والأذى، وتلمسا لمواطن الخير وانتشار الدعوة، وظل الأذى رغم كل ذلك يلاحقه، وظل الكيد يدبر له ولدعوته وإخوانه وأصحابه. من هنا دعت الحاجة وتبينت الحكمة في السماح له ولأصحابه بالدفاع عن أنفسهم ودرء الخطر عن وجودهم ودينهم، فجاء الإذن بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرنا قدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فمن العدل أن يرد الإنسان عدوان الناس عليه وأن يقاتل من أراد قتاله. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن المعروف أيها الإخوة والأخوات أن يرد العدوان عن الناس وأن يقاتل في سبيل المستضعفين والمظلومين، وأن تمنع الفتنة عن الأبرياء والمحبين للخير. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص التي تشجع القتال والجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبير. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وحروب الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا نبالغ إن قلنا إنها كلها كانت من هذا المنطلق وفي هذا الطريق. وقد يكون بعضها حروبا استباقية لدرء الشر وأهله، ولكن كلها كان حروبا دفاعية، ولم يكن منها حرب واحدة للإكراه أو مجرد العدوان أو للسلب أو النهب أو استعباد العباد أو إذلال البشر. وكيف يكون هذا والدين إنما جاء رحمة للعباد، وإنما بعث رسول الله رحمة للعباد وليتمم كرم الأخلاق وينشر في الأرض روح المحبة والأخوة بين العباد؟ لقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو عمن قاتله وأساء إليه، وفعل ما لم يفعله غيره في الدنيا في معاملة أعدائه والمسيئين إليه. وهل تتصور أن فاتحا يقول لأعداء الذين قاتلوه وأخرجوه من بلده وظاهروا على حربه وضربه أن يقول لهم حين ظفر بهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ وهل تتصور أن قائدا ظافرا منتصرا يأتيه أعدى أعدائي ليقتله فيضحك له ويدعو له ولا يعنفه ولا يقتله؟ جاء فضالة بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت، جاء ليقتله بخنجر كان يخفيه في ثيابه، فلما دنا منه قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث بنفسها؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. لقد صدق الله عز وجل في وصف نبيه الكريم حين قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات، تصوروا اليوم حجم السلاح
الفتاك المكدس لدى الدول والشعوب والمعد لقتل الشعوب وإذلال الأمم، ترى العجب العجاب والخطر الذي يذهب بالألباب. لماذا هذه الأسلحة الذرية والنووية والجرثومية والعصبية وعابرة القارات والتي تخترق الحصون والقلاع وتصهر الحجر والمدر وتحرق الأخضر واليابس، وبقدرتها أن تخرب الأرض وتسمم الفضاء ولا تبقي على هذه الأرض ديدارا ولا ديارا؟ والأمر المؤسف أن أكثر من يتلظى بها إنما هم المسلمون، وأن أكثر أسواق التي تسوق أكثرها هي بلاد التي تسوق أكثرها هي بلاد المسلمين وأسواقهم، يشترونها بجل أموالهم ويحظر عليهم أن يستعملوها إلا على بعضهم. أيها الإخوة والأخوات، إن بلاد المسلمين أصبحت حقولا لتجارب هذه الأسلحة، وأصبح رجالنا ونساؤنا وأطفالنا وديارنا وزروعنا وغاباتنا وسهولنا وجبالنا ومياهنا وقودا لهذه الأسلحة الحارقة مدمرة. وقرأ أخي الكريم، إذا لم تصدق واقع الحياة وتبصر خارطة الدنيا وتتبع مواقع هذه النيران في شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه عربي وعجمي، ولكن ما هو السر؟ ما هو السر الذي جعل كل هذه الأسلحة تصوب إلى ظهورنا وصدورنا؟ وما السر الذي جعل كل أولئك الأعداء يتأملون علينا ويكيدون لنا كل هذا الكيد ويقتلون منا كل هذا الكم من غير رحمة ولا شفقة، وفي أكثر الأحيان من غير ذنب ولا جرم؟ اللهم إلا التهم الباطلة والحق الدفين في قلوبهم والكراهية العمياء في نفوسهم والجشع والتطلع إلى نهب خيراتنا. وصدق من قال، حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالكل أعداء له وخصومه. وصدق رسول الله حين قال محذرا أمته متوجعا على أحوالها، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا، فقال قائل، يا رسول الله، وما الوهن؟ قال، حب الدنيا وكراهية الموت. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود. أيها الإخوة والأخوات، لا يقول هذا إلى نبي يخبر عما أخبره ربه تبارك وتعالى، ولا يقول هذا إلى إنسان يبكي حظ أمته ويعتصر الأسى قلبه حزنا عليها، ولا يفهم هذا إلا لبيب يبحث عن سبب تردي هذه الأمة إلى هذا المستنقع الآسن بعد أن وضع الحق تعالى في القمة وجعل منها قادة العالم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصابع كل غيور على سر الداء وبعث البلاء، حب الدنيا وكراهية الموت. من أجل الدنيا نبيع كرامتنا، ومن أجل الدنيا ندوس مصالحنا، ومن أجلها يكيل بعضنا بعضا، ومن أجلها يكيل بعضنا لبعض. فهل ظلمنا الله عز وجل إذ نزع المهابة من قلوب عدونا وألقى في قلوبنا الضعف والهوان؟ حاشاه تعالى أن يظلمنا وهو القائل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حقا أيها الإخوة والأخوات، إننا نشكل اليوم أكبر أمة، نحن نزيد على المليار من البشر، نحن أكثر من الصين عددا، والصين أكبر أمة بعدنا، ولكننا في سلم الأمم نكاد نكون في ذيل القافلة. لماذا أيها الإخوة نقول لحب الدنيا وكراهية الموت؟ لا نحب أن نجاهد في سبيل كرامتنا، ولا نحب أن نقاتل في سبيل وحدتنا، ولا نحب أن نموت في سبيل الله تعالى. نحب الحياة ولو كانت في أنفاق المهانة،
ونكره الموت ولو كان فيه كل ألوان الشرف والعزة. قال تعالى: عسى أن تكرهوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة والأخوات، نرغب أن نضع أمام أعيننا وعلى صفحات كتابنا هذا طائفة من النصوص التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الحق والخير، وتحض على الجاهزية للدفاع عن مقدرات الأمة ومقدساتها، والتي تحذر من التهاون في هذا الواجب العظيم أو التفريط فيه والقعود عنه. نعم، قلنا ونقول إنها نصوص تدعو إلى عز الأمة والرحمة لجميع عباد، بعيدة عن الاستعباد والاستنزاف والظلم والعدوان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر، والسلام، والحمد لله رب العالمين.